السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا تلاميذي الأعزاء، أجدد التلقاء بكم في دروسنا عن بعد من مادة اللغة العربية، ودرسنا اليوم سينصب على مكون القراءة، النص الوظيفي الثاني من الوحدة الثامنة. حسنا أعزائي، خذوا كتاب اللغة العربية صفحة 221. إذن النص الذي بين أيديكم، ما هو عنوانه؟ نعم، سفر غلام. ما معنى غلام؟ غلام هو صبي شاب وقارب سن البلوغ. نعم، من كاتب النص؟ نعم، أحسنتم، عبد المجيد بن جلنون. من أين اقتطف النص؟ اقتطف النص من كتاب في الطفولة. إذن لنلاحظ الصورة ونكتشف عن ماذا تعبر. نعم، أحسنتم. إذن كما تلاحظون فإن هناك قطار وحقيبة سفر، إذن هذا يدل على محطة القطار. إذن تعبر الصورة عن غلام في محطة القطار يحمل بيده وسادة ومعه والده لتوديعه. هل للصورة علاقة بعنوان النص؟ أحسنتم، نعم، لها علاقة وطيدة، فالعنوان هو سفر غلام، وكما نلاحظ هنا غلام على وشك السفر. من خلال الصورة والعنوان في نظركم، حول ماذا سيتحدث النص؟ سجلوا توقعاتكم في دفتر المنزل كي نتحقق منها في آخر الدرس. لنتعرف معا على صاحب النص، لأن كما ذكرنا سابقا فصاحب النص هو عبد المجيد بن جلون. من هو عبد المجيد بن جلون؟ ولد الأديب المغربي عبد المجيد بن جلون بالدار البيضاء سنة 1919، وتوفي سنة 1981 بالرباط. التحق بجامعة القرويين ثم بجامعة القاهرة. له عدد كبير من المؤلفات، منها وادي الدماء وفي الطفولة التي اقتطف منه نصنا، وبراعم، ومارس استقلالك، وجولات في مغرب أمس، وغيرها من المؤلفات. ننتقل الآن إلى قراءة النص. تن سأقرأ النص قراءة نموذجية، فلتتابعوا معي أعزائي بتركيز. سفر غلام. زرت جدتي ذات مساء فأصرت على أن أقضي عندها الليلة، فاعتذرت بأنني لا أستطيع أن أنام إلا إذا وضعت رأسي على وسادتي، فأرسلت جدتي في طلب الوسادة، ومنذ تلك الليلة ظلت وسادتي تتبعني إلى أي مكان أقضي فيه الليل خارج منزلنا. ولما كنت يوما على أهبة مغادرة البلاد، لم يكن من المستغرب أن أحمل معي تلك الوسادة، وعندما هممت باختراق الباب استوقفتني جدتي الباكية وقذفت في وجهي بعض الملح. لقد أرادت بذلك أن تضمن رؤيتي مرة أخرى، ولكن الموت خيب آمالها فماتت بعد سفري بشهور. سارت القافلة في الظلام حول غلام على عتبة الشباب لتودعه عند محطة القطار، وهي عرضة للخواطر والهواجس، الفتوة والغربة والبعد والاستعمار. تأخر القطار، فأخذت أتأمل في صمت وجه أبي الذي قرأت في جبيني ألف حيرة من أمري، وتذكرت أمي الحنون. لو كانت على قيد الحياة لكانت بجانبي تدرب دموعا غزيرة. وتواردت في نفسي خواطر السفر إلى مصر للالتحاق بإحدى مدارسها العصرية. آه، كم ستدوم رحلتي هذه؟ وفجأة سمعت صوت صفير القطار، ثم ما لبث أن توقف، فعانقني والدي عناقا طويلا، ثم صفر القطار وتزحزح وانطلق في الظلام بصراخه المرعب في رحلة مبهمة تقتحم باب المجهول. إذن من خلال قراءتي للنص، ما نوعيته؟ نعم، أحسنتم، إذن النص هو سيرة ذاتية. ما معنى سيرة ذاتية؟ سبق أن شرحناها،
وهي التي يتحدث فيها الكاتب عن حياته أو جزء منها. عما يتحدث هذا النص؟ نعم، أحسنتم جميعكم. إذن النص سيرة ذاتية يتحدث الكاتب من خلالها عن سفر قام به يكتنفه المجهول، أي يسوده المجهول أنه ذاهب في طريق مبهم غير معروف، وهو في سن الغلامية، أي في سن يقارب البلوغ، قاصدا مصر بمفرده لإتمام دراسته، وجاءت أسرته لتودعه، وهي في حيرة من مصيره، لا تعرف مصيره، الفتوة أنه لا زال صغيرا، الغربة غريب عن بلاده، البعد أيضا بعيد عن بلاده، الاستعمار لأن أرض الوطن كان مستعمرة في ذلك الوقت. الآن أعزائي أدعوكم إلى إيقاف الفيديو وقراءة النص قراءة فردية معبرة مستوفية لشروط القراءة الجيدة بالنطق السليم والتأني والأداء الوظيفي مع احترام علامات الترقيم. أتممتم؟ أحسنتم أعزائي. إذن بعد قراءتكم للنص لابد أن بعض الكلمات الصعبة قد صادفتكم أثناء القراءة، أليس كذلك؟ إذن سنحاول معا أن نتعرف عليها. إذن جاء في النص كلمة فأصرت على أن أقضي عندها الليلة. إذن أصرت على الأمر معناها ثبتت عليه ولزمت ولم ترضى بديلا له. مثلا أصر الطفل على الخروج رفقة أبيه. كذلك جاء في النص ولما كنت يوما على أهبة مغادرة البلاد. أهبة معناها العدة، أي أخذ للسفر أهبته أي عدته. مثلا يكون الجندي على أهبة الاستعداد لتلبية نداء الوطن. كذلك جاء في النص صارت القافلة في الظلام. ما معنى القافلة؟ هي الرفقة الكثيرة الراجعة من السفر أو المبتدئة فيه، الجمع قوافل، وهي من فعل قفلة بمعنى راجعة. مثلا انطلقت القافلة على متن الدواء في رحلة إلى الشام من أجل التجارة. كذلك لدينا في النص ثم ما لبث أن توقف. لبث معناه بقي ولزم. مثلا لبثت الأم في البيت انتظارا لعودة أولادها من المدرسة. كذلك لدينا كلمة أخرى في النص في رحلة مبهمة. ما معنى مبهمة أو مبهم؟ مبهم معناها غير مفهوم، أي رحلة غير مفهومة. مثلا كانت نهاية الفيلم مبهمة، أي غير مفهومة. الآن سنحاول معا أعزائي أن نتعرف على هيكلة النص بتحديد فقراته وكذلك بالتعرف على أفكاره الأساسية. فقرة الأولى من النص من زرت جدتي إلى خارج منزلنا. عما تتحدث هذه الفقرة؟ نعم، تتحدث عن أهمية الوسادة بالنسبة للكاتب. إذن ما هي الفقرة الثانية في النص؟ نعم، أحسنتم. إذن الفقرة الثانية في النص تبدأ من ولما كنت إلى بعد سفري بشهور. عما تتحدث هذه الفقرة؟ نعم، أحسنتم. إذن تتحدث الفقرة الثانية عن توديع الجدة للغلام. الفقرة الثالثة إذن من صارت القافلة في الظلام إلى الاستعمار. عما تتحدث هذه الفقرة؟ نعم، أحسنتم. تتحدث هذه الفقرة عن توديع الأهل للغلام وهم عرضة للخواطر والهواجس. الفقرة الرابعة في النص من تأخر القطار إلى رحلة هذه. عما تتحدث هذه الفقرة؟ نعم، أحسنتم. تحدث هذه الفقرة عن وصف الحالة النفسية للكاتب وهو ينتظر القطار وسبب سفره. كذلك الفقرة الأخيرة في النص من وفجأة إلى آخر النص. عما تتحدث هذه الفقرة أيضا؟ نعم، أحسنتم. إذن الفقرة الأخيرة في النص تتحدث عن انطلاق سفر الغلام إلى المجهول.
آخر فقرة في درسنا أعزائي، وهو الواجب المنزلي الذي ستقومون به كي تتعرفوا أكثر على النص وكي توسعوا مدارككم حول هذا الموضوع، وأيضا كي تثبتوا بعض التعلمات في بعض الظواهر الصرفية والتركيبية. السؤال الأول: هل صدق ما كانت تعتقده الجدة؟ ما الذي كذب ذلك؟ سؤال ثاني: ما فائدة السفر بالنسبة إلى الفرد وبالنسبة إلى المجتمع؟ السؤال الثالث: استخرج من النص مصدر غير ثلاثي فعلا مزيدا، اسم المفعول واسم الفاعل. انتهى درسنا أعزائي، شكرا على حسن تتبعكم، نلتقي مجددا في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.